بنك دبي الإسلامي 35 عاما من النجاح، 39 عاما مضت حيث أطل فجر وطن متحد ليضيء أركان الأراضي الصحراوية، وبدأت دولة الإمارات العربية المتحدة رحلة تأسيس معالمها الاتحادية، حيث أبرم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمهم الله وبقية شيوخ الإمارات الاتفاق الذي نص على توحيد الإمارات السبع عام 1971 لتتشكل دولة اتحادية متكاملة تعيش في ظل دستور واحد. ومن هنا بدأت الإمارات العربية المتحدة مشوار التطور في كافة المجالات، وأهمها المجال المالي والمصرفي. في 12 من مارس من عام 1975 أصدر المرحوم بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي آنذاك مرسوماً يأذن بتأسيس أول بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي العالم على حد سواء، بعد أن تقدم الحاج سعيد أحمد لوتا بفكرة تأسيس بنك إسلامي يخدم المسلمين ويخلصهم من براثن الربا، ليصبح هذا البنك رائداً في جميع الأصعدة وكمهد أساسي لنموذج النظام المصرفي الإسلامي في العالم. وفي سبتمبر من نفس العام تم افتتاح بنك دبي الإسلامي رسمياً ليستقبل أول عملائه ويبدأ مسيرته المصرفية قبل أن ينتقل إلى مقره الرئيسي في عام 1979. وبعد عام من ذلك شهد بنك دبي الإسلامي افتتاح الفرع الأول له في سوق مرشد في منطقة ديرة. كنا عند الشيخ راشد مسلمك عيسى القرقه، موجود عيسى القرقه كان مدير البنك البريطاني. نحن الثلاثة في الميلس والناس بعيد في عنا. قال الشيخ راشد نحصل شيء فكنا من هذا البلاء، اسمعها من هذا البلاء. أنا انتبهت للموضوع، قلت طبعا شو البلاء؟ قال هذا الربا، قلت شو تسوي؟ بسوي له كيف نساعد الناس محتاجين. في الليل صرت عند الشيخ راشد، قلت انت الساعة 10 قلت كذي شو انت جات في الموضوع؟ قال اي والله نحصل شيء. قلت أنا بشيء بنك إسلامي. قال يا شو بنك إسلامي؟ قلت البنك إسلامي يبيع ويشتري وربك جل وعلا طلع البنك. ما أقول بشطارة السعيد ولا بقدرة الشيخ راشد، لا، التوفيق من الله جل وعلا، لأن الملك فيصل أراد يعمل بنك في السعودية عرقل بين لجان وبين لجان، مع أنه الملك كان ربنا أراد أن هذا البنك يطلع في هاي البلد الصغيرة اللي يعني حاكمها معروف وسعيد، الناس على المقال على طلع البنك على يديهم. هذا عبرة لمين؟ لمن يعتبر. وأنا أقول حق إخواننا وحق اللي شغالين في البنوك الإسلامية، هذه فرصة العمر، هذا الجهاد، هذه العبادة الحقيقية. صدقوا خلصوا في عملكم وخليكم صادقين مع الله قبل تصدقون مع مديركم ولا رئيسكم. وفي أوائل عام 1980 وفي ظل الركود الاقتصادي الذي ساد تلك الفترة، استمر بنك دبي الإسلامي في تطوره وظل صامداً أمام العوامل الاقتصادية الصعبة ليكتسب اسماً رائداً في عالم المؤسسات المالية في الدولة. وبعد مرور عامين بدأت فكرة بنك دبي الإسلامي في النمو والتوسع، حيث شهد عام 1982 افتتاح فرعه الأول في العاصمة أبوظبي، لتتوالى عملية التوسع وتشمل فروعاً في العين ورأس الخيمة بعد ذلك. ومن منطلق حرص البنك على تنفيذ معاملاتهم وفقاً للشريعة الإسلامية، فقد تم تعيين عدد من كبار علماء الشريعة والاقتصاد لتشكيل هيئة للفتوى والرقابة الشرعية في عام 1989، الذي غدا جزءاً لا يتجزأ من النمو المستقبلي لبنك دبي الإسلامي. واستمر بنك دبي الإسلامي بتطوير خدماته خلال تلك الفترة، فكان سباقاً في طرح الخدمات المصرفية عبر الهاتف، وأطلق منتج الاستصناع الذي يرتكز مفهومه على التمويل الإسلامي للبناء والتصنيع. وفي عام 1992 تم طرح أسهم بنك دبي الإسلامي في السوق ليصبح شركة مساهمة عامة.
وفي أواخر التسعينيات عرض بنك دبي الإسلامي هوية المؤسسة الملائمة للألفية الجديدة، حيث رسمت رؤية محددة وأهدافاً واضحة لترسم طريق المستقبل المشرق. وأذكر أن الشيخ محمد بن راشد أخبرني حديثاً، قال لي: كنت صغيراً مع والدي رحمه الله الشيخ راشد، ولما طلب منه إصدار مرسوم بإنشاء بنك دبي الإسلامي، أول بنك إسلامي، فجمع بعض الخبراء والمستشارين ممن لهم خبرة وقال: أريد أن أنشئ بنك إسلامي. فقالوا له جميعا: هذا مستحيل، بنك وإسلامي كيف يكون هذا؟ فقال لهم رحمه الله: أنا سوف أصنع هذا المستحيل. وخلال السنوات العشر التي تلت شهد البنك الكثير من النجاح والنمو، حيث استخدم التكنولوجيا لمواكبة التطور العصري من خلال إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك في عام 2001، ومن ثم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في السنة التالية، ليكون بذلك قد وفر الطريقة العصرية للخدمات المصرفية. وانطلاقا من حرص البنك على كافة الجوانب الشرعية، فقد تم تخصيص خدمات مصرفية لخدمة العملاء من السيدات تحت شعار جوهرة، والذي افتتح أول فرع له لتديره كوادر وطنية نسائية قديرة في مجال الصيرفة الإسلامية. وليس غريبا أن نجد بنك دبي الإسلامي قد بادر إلى القيام بدور ريادي في جبهات جديدة في قطاع أسواق رأس المال، إذ تم تمويل أول مشروع للطائرات لصالح مجموعة طيران الإمارات، وإدارة صكوك بقيمة 3.5 مليار درهم لتوسعة المرحلة التالية من مطار دبي الدولي. وفي الوقت ذاته كانت شبكة بنك دبي الإسلامي في نمو متسارع، مع 24 فرعاً و84 جهاز صراف آلي، وإنشاء مركز اتصال جديد للتعامل مع ما يقارب 3500 مكالمة يومياً. شهد عام 2006 انطلاق بنك دبي الإسلامي إلى العالمية بعد إعلانه عن بدء عملياته في باكستان وافتتاح فرعه الأول في مدينة كراتشي. وفي ديسمبر من عام 2007 تم إنشاء مؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية لإبراز الدور الاجتماعي والإنساني الكبير الذي قام به البنك ولا زال في خدمة مجتمع الإمارات، ولدعم الفعاليات والأنشطة المجتمعية المفيدة والمتميزة. أما يوليو من عام 2008 فقد كان شاهداً على الإعلان عن شركة دار الشريعة كمركز عالمي للاستشارات القانونية والمالية. أما اليوم وكما تخيل المؤسسون قبل 35 عاماً، وصل بنك دبي الإسلامي إلى أرفع المستويات، فقد أثبت أنه يستطيع المنافسة والتفوق على المصارف الأخرى التقليدية، وأن يكون صرحاً ينطلق منه بما يعرف اليوم بصناعة الصيرفة الإسلامية. بنك دبي الإسلامي أول بنك إسلامي في العالم، وهو اليوم أحد المصارف الأكثر ازدهاراً في المنطقة والرائد بين البنوك الإسلامية. 66 فرعاً منتشراً في دولة الإمارات، 37 فرعاً في باكستان، أكثر من 100 جائزة دولية وإقليمية، 1700 موظف يخدمون أكثر من 900,000 متعامل. بنك دبي الإسلامي 35 عاما من النجاح.